المطبخ التونسي مع ألفا. مرحبا بكم يا جماعة، اليوم باش نعملوا مع بعضنا الملاوي، باش نعاودها معاكم. قديش من مرة عملت لكم برشا مرات عملت لكم الملاوي، وباش نعاودوا مع بعضنا ونقول لكم كالعادة شنو أسرار نجاح الملاوي. لهنا أول حاجة اللي يعيشوا لبرا ما تعملوش سميد صافي، الملاوي ما تعملوهوش سميد صافي، يجيكم يابس ما إلا يجيكم شايح شوية، يجيكم خشين شوية. ماذا بيكم تخلطوا يا تعملوا فرينة صافي، يا تعملوا شطر فرينة، يا شطر سميد أرطب أرطب، راهو أرطب إكسترا فان راهو، وإلا تعملوا الأكثرية فرينة، مثلا كيلتين فرينة وكيلة سميد أرطب. أنا باش ناخذ الفرينة لهنا، وإذا في تونس بطبيعة تعملوا سميد صافي. ناخذ باش نعمل تقريبا رطل الفرينة هكا، ونكثر شوية من الرطل لايك برخا نبدو نعملو كمية بيه، والسميد باش نحط جوست للنكهة، راني مش باش نحط معناها برشا سميد. تقريبا هوني حطيت 4 كيلات فرينة وكيلة سميد، نجمو نقولو جوست جاي يحفل وكاها. وإذا توسعوا بالكم تحبوا سميد العيش البرة، معناها تحبوا سميد يجيكم باهي ويبدا خشين هكا شوية، معناها مش كلي اكسترا فان اكسترا فان، هاها وهذا يتسمى خشين شوي. هذايا هو أرطب راني ناخذ فيه، هاوك، لكن ماهوش أرطب بالكدا. تعملوا له ماء سخون يغلي، عملتها المرة اللي فاتت جاني روعة، ماء سخون يغلي، تعجنوه في ماء سخون يغلي وتخليوه يرتاح بالكدا بالكدا. وباش نحط توا مغرفة صغيرة ملح، عندي ملح البحر هنا لهنا، هاكا هاو، وماء، نحط له ماء دافي مش سخون برشا، ومش باش يعاوني في العجنين، راهو الماء الدافي يعاون في العجنين. هاكا كان ناقص نزيد، شوفوا عندكم كيلو سميد تعملوا عليه 500 ملي ماء، كيلو فرينة عليها 450 ولا 470 ماء. ماذا بيكم ديما تعملوا شطر الكمية وأقل زادة، أنت ونوع الدقيق اللي عندك باش يشرب ولا ماهوش باش يشرب. دونك نحطو توا يتعجن حتى يتلمع عجينة بالكدا بالكدا، كان تعجن بيديك نعجنو لمدة 10 دقايق حتىش اللي تحصل على عجينة رطبة. إذا تستعمل في السميد تعجن عجينتك تبدا مكبوسة شوية، ومن بعد تبلي يديك وتعجن، تبلي يديك وتعجن، وتبدا السميد يشرب شوية بشوية وياخذ أكثر وقت من الفرينة. إذا العجينة متاعك في الأخر جات مكبوسة، الملاوي متاعك باش يجيك مكبوس، باش يجيك شايح، أكل ماء أكل باش يتبخر وأنت طيب فيه ويحمار من برا، يتبخر الكل ويولي حط بيبس. باهي، والريزن نرتحوه مليح مليح، نخرجوا نخدموا أكل الجلوتين متاعو اللي فيه. وأعطيكم أستوس أخرى، إذا عجنتوا أكثر من اللازم الفرينة والسميد، عجنتوهم أكثر من اللازم ولاو يتحلسوا هكا، صحيح ما يتلصقوش ما يتحلسوا، راهو ما يتلموش ويتقطعوا من بعد حتى كي تطويهم باش تحط طيبهم، يتقطعوا في ديك وهكا يتيحوا وما يشدوش رواحهم. إذا وصلت لك الليطا هذيك زيد شوية فرينة، وإلا سميد لي فرينة، زيد شوية فرينة وعاود أعجن حتى تعاود تكبس معاكم. أنا عطيتكم دوز أستوس. وطاوة كملتها هكا تعجنت، وحتى كان عجنتها بالماكينة نعمل لها ضربة بيدي في الأخ، ما هيش تتلصق وما هيش يابسة. بسم الله نعمل لها ضربة صغيرة بيدي، هو هكا ونحس فيها مكبوسة شوية راني. واش باش نعمل اللي نقول لكم مقبلة كيفاش باليدك واعجن هكا، باقي نحس فيها مكبوس. العجينة في الماكينة ما تعطيكش الصحيح، راه لازمك تمسها بيديك باش تعرف كيفاش تتعامل معاها. ونسمعك الترشيقة نتاعها تبدا هكا، امورها واضحة. بسم الله مباركة، تحبوها مورقة برشا تجيكم تعملوها خشينة شوية الكعب. ثلاثة.
معناتها سبعة، سبعة بركات. نحاول نكعبرهم. نعطيكم خطوات باش تنجح في الملاوي. نعاود لكم ديما، نعاود ونكرر ونزيد. الخطوة الأولى الفرينة وإلا السميد. تشوفوا الفرينة والسميد متاعكم، إذا السميد خشين شوية معناها أرطب أما خشين شوية، تخلطوه بالفرينة. إذا السميد سافا وأرطب ولونه بالعمل قريب يبياض، باهي ياسر، ما تزيدوه شيء، خليه كان سميد. هذه الحاجة الأولانية. الثانية عن الماء، الماء نحطوه طرف بطرف، ما نحطوش الماء كل فرد مرة، راهم بعد ما يشربلكش يقعد محبة بحبوب حبوب وما يشربش. السميد نحكي على السميد، الفرينة مش مشكل. باهي ما تعجنوهاش أكثر من لازم، مثلا ما تفوتوش 10 دقائق في العجناء بالماكينة و11 ولا 12 دقيقة باليد، وإلا حتى 13 دقيقة باليد، ما نفوتوش. العجينة تولي تطرشق في دينا وتبدأ رطبة، مانيش الرافية هكا كي الغبرة كي الحبوب كي الحاجة هكا تتحبحب، الراحة بياضت لونها تبدل، وليت تطرشق في يدي، لا هي تتلصق في يدي ولا هي مكبوسة يابسة، لهكا لهكا تبدأ ها وكغزر كيفاش تحسها قاعدة تترخى، كي تنزل عليها تحسها قاعدة تترخى هيك، ما هي تمشي معايا راهي تتلصق شوي اما ما تمشيش في يدي حتى شيء. هذيك الخطوه الاولانيه. انا نجحت في هذوما الثلاثه، تبقينا في الخطوات الاخرين اطا نقول لكم زيد شنو اتبعوا شنو تعملوا. طاو دوما ما نعجنوها شنو نعملوا، نكعبروها كعابره كيك، نقسموها كعبروها كعابر، وناخذ الزيت وناخذ الطبق، الطبق نحط عليه الزيت. هنا باش نعمل زيت زيتونه، نغلفوا الكل بالزيت هكا، وناخذ الكعيبات هاهو كريتو، ما يخليوش حتى اثر، ما يلصقوش لصقه كبيره ويتلصقوا اما ما يلصقوش، ما يخليوش عجينه يعني. نلفها كلها في الزيت هكا، نحطها على جنب، نجيب طرف اخر نلف الكل في الزيت على جنب، نلف الكل هكايا، ما يعملوش قشره، ما يلصقوش في بعضهم ويقعدوا هاهوكا، ومن بعد يسهلوا لي العمليه باش نحلهم. هكا وراهم هذاك، نزيد نغطيهم بابي سلوفان ونخليهم نصيف ساعه والا ساعه غير ربع يرتاحوا على روحهم. ابدا احسب من نص ساعه، نغطيهم بالبابي هكايا والا ساشي نيلون قصها وغطي بها. وهاوكا توا قعدوا اكثر من نص ساعه ارتاحوا، اللي ريتهم كاش تحلوا كل ورده من بعضهم، اما ما نخافوش فيهم الزيت ما يلصقوش في بعضهم، راه مهما عملوا ما يلصقوش في بعضهم. نبدا توا في الخدمه، صب حدايا زيت زيتونه وناخذ اول كعيبه هكا، بسم الله نحط لها زيت زيتونه من اللوطه ولا زيت عادي، والزيت من فوق باش تبدا تشطح معانا هكا، كي تبدا لاصقه في البلان دو طرافاي تتقطع معاك هاك، تبدا مخدومه مليح تتجبد بسهوله هكا. وحده لهنا خاطر ما فماش الزيت، نجم نعاونها حتى بدايه نجبدها هكا كيما ورق البقلاوه، والا نجي نزيد نبل البلان دو طرافاي نتاعي اكثر، وماذا بيا نرا البلان دو طرافاي هكا من اللوطه كي نجي نحلها هكايا، ما نعملهمش خشين. ناخذ طاوة طريف زيت ندهن بيه في الوسط، ونجي نطويها برشا طويات باش تعمل لي برشا فويتاج هكا، وهكا نزيد طاوية اخرى هكا وطابية أخرى هكا، ومن بعد نجي هكا نهز بالجنب ونسكرها بالطريقة هذي هكا، ونخليها تعاود ترتاح مادام أنا قديت الأخرى.
وابقى نحسبهم، اول كعبه خدمتها هي اول كعبه، هي اول كعبه نطيبها من بعد. نفس الطريقه بلون دو طرافاي نتاعي تاع مبلول بالزيت، يبدا لاصق هكا معناها مش مبلول، من بعد ونعمل دوره هكا نرجع. ما نخافوش ما تتقطعش معانا، ما هيش طريه على الاخر على الاخر، وما هيش يابسه على الاخر على الاخر، مش ما تتحلش معانا ومرتاحه ناخذ راحتي. راهو الملاوي اذا ما رتحتوهاش تجيكم حطبه. هاكا حلها على قد ما تقدر، يتوه البلون دو طرافاي كذا. ناخذ طرفه الزيت نمسح هكا شويه، ما نعبيش برشا، ماذا بيا نغدغدها بالزيت، ونجي نطويها هكا. ومن بعد بالعكس هكايا. هذه طريقتي الخاصه في عملين الملاوي، وكل واحد كيفاش يعمل. مثلا ما نتفكر تحلها هكايا، ومن بعد معناها هكا كها، ومن بعد تطويها هكا هكايا، وتعاود تحلها وتحطها في الوحده، يعني وتحطها في المقلى. انا الحق نعملها بالطريقه اللي وريتها لكم، وانت اختار اسهل طريقه تعجبك. جرب، كان لازم من عجنه واحده جرب برشا طرق، ولا هي اللي تعجبك فيهم عاود اعمل منها. ها هو كملناهم طويناهم، نغطيهم طوى شويه ربع ساعه اخرى 15 دقيقه، ونحط طوى البلونشه ولا المقله نتاعي تسخن على روحها، نحطوها على مقله سخونه. باهي المرحله الاخرانيه طب باش تنجح لنا فيها الملاوي، النار ما تكونش قويه على الاخر، خاطر تنجم تحرق هيلكم من برا وتقعد من داخل نيه. تكون النار قويه صحيح، لكن مش على الاخر. كان عندكم غازك الكبار وكل شيء ماذا بيكم، حتى كان تبدا قويه في ساعه تبدا تقلب على اليمين وعلى اليسار على اليمين وعلى اليسار باش ما تتحرق لكش. اول حاجه. ثاني حاجه، ما طيبهاش على نار بارده، اذا طيبتها على نار بارده تقعد لك تفوقك الماء اللي فيها هذاك كله يتبخر، وتقعد ملبده ويابسه، معناها الماء اللي باش يخليها طريه باش يتبخر على روحه. النار من متوسطه على القويه، معناها القويه النار من متوسطة لقوية. القلاية طيب في قلاية تيفال، وإلا تكون خشينة مش كرهيفين، وإلا عندي بلونشا كيما عندي أنا، وإلا مقلة عادية متاعك على غاز بالنار، ماهيش بلاك هكايا تحرق، وإلا بلاك باردة. دونك المعون عنده دور، النار عندها دور، الكاليتي متاع الغاز عنده دور، معناها تعرف روحك كيفاش تتعامل معاه، مش معناها أنا عندي بلاك تحرق ما نجمش نطيب يعني، فهمت؟ تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع النار متاعكم. الفويتاج يلزمو قوة نار، والمعون خشين كيما مثلا الطاجين متاع السبيسيال، الطاجين السبيسيال متاع الملاوي هذاك خشين، ما يخليش الملاوي يتحرق ويخليه يطيب ويتحمل الحرارة. هذاك علاش نجمو هذاك احسن حاجة في التطيب، والا الفخار. خليها توا ترتاح شوية باش نجم نحلها. صاي خدمت لها الجلوتين انا كي حليتها وعاودت طويتها، كي باش نحلها راهي مش باش تتحل معايا، باش نغفصها ونرفسها وتتلبد في بعضها، اين نحلها وهي ترجع تتسكر. دونك من مسهاش توا، خليها ترتاح ربع ساعة مادام انا سخنت البلونشا نتاعي ولا الغاز، ونبدا نطيبها باذن الله. هكا ها توا الملاوي يرتاح، باش نجبد اول كعبه بديت بها. بسم الله. توا ناخذ جوست شويه زيت هكا باش نحل بيه. نجي للثانية،
كيف، حطها على جنب. والثالثة هكا، نرجع للأولى. ونهزها نحطها فوق المقلة هكيكا، وهذيك زادة الثانية كيف كيف نحلها ونحطها فوق المقلة، والثالثة ونكمل بالطريقة هذيك. هذه هي البلونشا بتاعي، وانتم طيبوا وين تحبوا. بسم الله، ماذا بينا ديما نعاونوها بيدينا باش تاخذ الفورمة اللي نحبوا عليها. البركة الأولى، البركة الثانية هكا. يسألوا فيها برشا شنيا البلونشا هذيا، الكترونيك ولا بالغاز؟ بالكورون راهي تخدم عندي. نقلب، بسم الله. نحضر هوني الصحن نتاعي، نحط فيه بابيي هكا ولا منديلة نظيفة باش يشرب البخار زايد باش ما يتبللناش، يبدا منفخ من بعد بك العرق هذاك الدخان نتاعو البخار. بسم الله، نقلب. انا مقويتها على الاخر على الاخر البلونشا، وفي العاده راني مساسه نخدم بها اقل، تجيني لونها هكايا. اذا تحبوا لونها فاتح او كنقصوا شويه، اذا تحبوا لونها غامق كيفي انا هكا نحب شويه تقرميش هكا من برا وتبدا طريه، او كنعملها على اقوى درجه. ونبدا نقلب. هاكا هاو يزيها، نحط الثانيين. والملاوي ها هو برد شويه معايا، شوفوا قديش طري. خليني نمسح هذي، ريتو كي قلت لكم نحطوا بابيي خاطر يعرق، هاكا قديش تبل. قديش طريين، حلو طاوة مع بعضنا كعيبة في الوسط هكا. شوفوا الفويتاج اللي فيها، ريتوها؟ ريتو الفويتاج اللي فيها؟ باهي هوني كمان ها هاكا الملاوي متاعنا، شوفوه قديش طري قديش خفيف هاكا. هاكا الفويتاج اللي فيه، وها واش حضرت معاهم طوا كعبات الملاوي. حضرت معاهم سمات طرف عظم هكايا، وشويه زيتون قصيته، زوزه حكوك طن عصرت لهم الماء نتاعهم، شويه بطاطا طيبتها في الفور، والهريسه لابد منها، لازم الهريسه. الجبن ما عنديش جبن مثلثات، وليت باش نعمل الجبن هذايا مش للكل حقيقه. ناخذ عيبه هكايا الهريسه، شويه زيت زيتونه، قص فيها طرف عظم، شوية زيتون،
شوية طن والبطاطا. هنا جبن ما نحبش، مانيش باش نحط للراح الجبن هذاك ما نحبوش. انا ما نحبوش الجبن زيده هكا، مانيش باش نحطو لك جبن. وهذا يا الساندويتش الملاوي بتاعنا يعني هاكا حضر وهاكا كيما تحبوا تاكلوا، تنجموا الصباح تاكلوه مع العسل وزيت زيتون هكا. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها. ان شاء الله يجيبكم في هكا اخرى وصفه اخرى. وبالسلامه وبالسلامه، نودكم ونشهيكم. أفضل شيء هني أنا.